طيري وانا شداك بالله بالله ما شفتي محبوبي مشتاق انا والعالي مره مشتاق انا والهوى جنوبي لك المشاهدي الأخبارية السورية وما كنتوا عم تتابعونا، إن شاء الله يا رب هاليوم يحمل معه كل الخير كل البركة وأهم شيء صحة لكل الناس. انتبهوا كتير منيح على حالكم، فيروس كورونا ما إنه لعبة وعم ينتشر بشكل كتير كبير بين الناس. الله يحمي الكل يا رب ونهاركم سعيد. وبدي صبحها ميسان، صباحك يسعد صباحك ليا وصباح كل مشاهدي الإخبارية السورية، إن شاء الله يا رب هالصباح يحملكم كل الخير. تغيرات الطقس يلي شفناها بالفترة الأخيرة ليا يمكن عم يكون تأثيراتها السلبية كتير كبيرة على الناس، ما بين الجريب يلي عم يكون كثير منتشر بهي الفترة الانفلونزا، وما بين كمان انتشار الكبير لفيروس كورونا بالفترة الأخيرة. هذا المرض يلي يمكن عم يأذي كثير من الأشخاص وله تأثيراته السلبية على الصحة، لازم كثير ندير بالنا على حالنا منه، لازم نحاول إنه فعلا نتخذ الإجراءات الاحترازية. في فترة من الفترات فيروس كورونا خفت تأثيرته وسرعت انتشاره، ولكن هلا نحن رجعنا لفترة كثير كبيرة من الانتشار وسريعة. خلونا نروح لهالفاصل ونرجع نكمل فقرات برنامجنا اليوم.
معلومات جديده رح نتعرف عليها بفقره هل تعلم ليا. خلونا نتابعها بالماده التاليه. هل تعلم أن البقاء في المنزل وعدم الخروج وقلة الحركة يعتبر المسبب الرئيسي للأمراض سواء النفسية أو العقلية والجسدية؟ فالعلماء يرون أن الإنسان لكي يضمن سلامته الصحية يحتاج للخروج من المنزل بشكل دوري، إما مع الأصدقاء أو لوحده في نزهة. هل تعلم أن أكثر صديق أخلاقي هو من يقدم لك المساعدة ويمنحك ما تريده دون أن ينتظر منك شيئاً؟ ولا يطمح في أن تجازيه لاحقاً بأي شكل، بحيث يكون عطاؤه الهدف الوحيد منه هو المساعدة. هذا التصرف يعبر عن درجة أخلاقية عالية ولا يمارس إلا بين الأصدقاء الحقيقيين. هل تعلم أن علم النفس يقول لكي تنجح على القبول بما حدث لك في الماضي بدون ندم، والقبول أيضاً بالحاضر بكل ثقة، ومواجهة المستقبل بلا خوف؟ لأن أي تأثير نفسي سلبي تكتسبه من التفكير الخاطئ في الماضي والحاضر والمستقبل تنعكس عواقبه في الفشل وعدم النجاح مباشرة. وأخيراً، هل تعلم أن الطالب إذا راجع دروسه بصوت مسموع ومرتفع فأنه سيتمكن من حفظ المعلومات في الذاكرة بشكل أسرع 5 مرات مقارنة عما إذا كان يقرأ بصمت؟ لذلك ينصح الخبراء مع قرب موسم الامتحانات بالقراءة بصوت أعلى بدلاً من النظر إلى الكتاب. متابعين أكيد بصباحنا، وما في أحلى من سوريا وما في أحلى من المناطق السورية. خلينا نروح ونتعرف بالتقرير التالي على قلعة الكهف بطرطوس. قلعة الكهف تقع في محافظة طرطوس، وهي من القلاع الأثرية المهمة، وتبعد عن القدموث نحو 20 كيلومتراً، كما تبعد عن قرية الشيخ بدر مسافة 15 كيلومتراً من الجهة الشمالية. وتتربع القلعة على هضبة صخرية مطلة على واد سحيق تحيط به الجبال، فتغدو شبيهة بالحصن الطبيعي. ويلاحظ زوار القلعة مباشرة أنه تم اختيار موقعها بعناية فائقة لكونه من المواقع المحصنة طبيعياً والأكثر وعورة، والذي يساعد في صد هجوم الغزاة. وتزداد أهمية موقعها إضافة لكونه من المواقع الحصينة بأنه يمنح القلعة ميزة السيطرة على بقية القلاع المجاورة لوقوعها على تلة مرتفعة وفي منطقة متوسطة وعلى أبعاد متساوية تقريباً أو متناظرة، وكانت ترتبط معها بواسطة الشهب النارية. تعد قلعة الكهف من القلاع النادرة التي بنيت ونحتت في الصخر، ولذلك سميت قلعة الكهف. ومن الآثار الباقية في القلعة جامع القلعة الذي يوجد على سطح القلعة قرب الساحة التدريبية من الجهة الشرقية، ولم يتبقى منه الكثير. فهناك قاعة مسقوفة بقناطر متهدمة، وهناك أيضاً الدرج الذي يتجه نزولاً باتجاه الساحة، وقد سدت اتجاهاته وتهدم معظمه. وتقول المصادر التاريخية إن هذا الدرج يقود إلى الكهف، وفيها آبار لتخزين المياه، كما كانت تصلها المياه بقناة فخارية من عين ماء تبعد عن القلعة مسافة 2 كيلومتراً. ويجهل الكثيرون أهمية قلعة الكهف، فهي عبارة عن كتلة صخرية مفرغة تماماً من الداخل تحوي 3 طوابق من الكهوف الحجرية اكتشف بداخلها بقايا معبدين يعتقد أنهما رومانيان، لكن النباتات والأحراش تغطيهما بشكل كبير جداً. لا
ليا كلياتنا بس بتقرب الامتحانات بتلاقينا فتنا بحاله توتر وخوف، وهي الرهبه تبع انه قرب الفحص وحتى بنبلش نمرض. هذا الحكي مو بس للاطفال وانما ايضا يعني المراهقين وايضا الكبار كمان، يمكن بس يكون قرب الفحوصات ممكن يتعرضوا لهذا القلق والتوتر، مو بس المقصرين بالدراسه وايضا المتفوقين. ولكن شو هي الاسباب وكيف نحن بنقدر نتخذ اجراءات معينه الاهل بيقدروا يعني يساعدوا فيها اولادهم لحتى يتخلصوا من هالموضوع؟ وايضا كنا عم نحكي على المراهقين والشباب بعمر معين، كيف هن بيقدروا يتخذوا اجراءات معينه ليتخلصوا من هاي الحاله؟ هذا الموضوع رح نتعرف عليه مع دكتور سليمان السلوم، اختصاص علم نفس تربوي. يسعد صباحك دكتور. صباح الخير، يسعد صباحكم. بدايه لا بد ان نوجه تحيه لرجال الجيش العربي السوري ولارواح شهدائنا الابرار. الاستعداد للامتحانات دائما، هلا بما انه هلا موسم الامتحانات وخصوصا هلا الشهادتين، الشهاده الاعداديه والثانويه، هلا هي الى يبدا التحضير للامتحانات بالنسبه للشهادات من بدايه العام وليس في هذه الاثناء. يعني هلا بيكونوا في مرحله المراجعه واسترجاع المعلومات واستيعاب او استدراك النواقص اذا كان في ثغرات معرفيه او علميه، فيبدا الطالب في هذه المرحله بالمراجعه. وانما التحضير للعام الدراسي او للشهاده هو يبدا من العام، بدايه العام الدراسي بالنسبه للشهادات. هذا الشيء لازم يمكن يدركوه الطلاب، انه هو بس يكون في عندهم شهادات لازم يمكن حتى من الصيفيه اللي قبلها يبلشوا بتحضير لهي الشهاده اللي بدها وقت طويل من العمل والجهد، وما يعني ما فينا نختصرها بيمكن شهرين الانقطاع اللي نعرف عليهم كلياتنا تماما. اكيد طالب الشهاده هو شاغل الاهل وشاغل الاسره وشاغل كل شيء والرفقات والعائله تماما، الكل شاغل الكل، بالنسبه كل مشغول فيني وما يجهزوا له او ما يحضروا له كل الموضوع. يعني عندنا نحن ثلاث حالات، يعني الوضع النفسي والوضع البيئه او الفيزيقي بنسميها نحن، الحاله التحصيلي او الكادر التدريسي ان كان بالمدرسه او ان كان درس خصوصي، اللي تعويض الفواقد طبعا مو تعويض عن المدرسه بالنسبه لنا احنا، لانه الدرس الخصوصي حساس كثير مشان ما نقوله وعم نشجعه، فهو للتعويض وليس استعاضة عن المدرسه. عندما يتهيأ هذه الظروف للطالب، طبعا الاهل لهم دور كبير بالاستقرار النفسي وبيئه المنزل بالنسبه لحاله الهدوء والاستقرار وتامين حاجيات الطالب. نحن الخطر فقط انا بدي اركز عليه هو الخطر الموبايل. يعني من كثير ما تيجي شكاوى وما تيجي استشارات وما تيجي حالات بالنسبه للادمان الطالب على الموبايل. يعني انا اتمنى او من كل الطلاب يعني ادراك انه هذه المرحله وخصوصا المرحله الثانويه هي مرحله مستقبل او تقرير مصير المهني في المستقبل للطالب، ان كان مهندس او طبيب او استاذ او اي حاله بده يختارها طبعا بعد النجاح. هذه الحاله يعني فينا نحن نترك هالموبايل سنه بعدين ناخذه لبدنا اياه امتى من كان، بس حدد مستقبلك مصيرك. الرجاء ثم الرجاء من أبنائنا الطلاب والأهل نفس الشيء يساعدوا طلابهم للتخلص من هذه، هي أكثر حالة تشتتية للطالب. هو طبعا ضد التحصيل، هو شو تأثيره السلبي؟ تشتيت الطالب، يعني عندك المتابعات وإن كان ما يتابع لعبي أو ما يتابع يوتيوب أو ما يتابع أي شيء بالنسبة للجهاز هذا الموبايل أو الميديا، فهي الطالب حالة تشتيت. الطالب بده تركيز وزيادة التركيز، تأمين ظروف بيئية، تأمين استقرار نفسي واقتصادي ومعنوي ودعم، فما بالك هذا عامل مشتت للطالب. دكتور بهذا العمر دائما الطلاب بيحطوا حجج إذا قصروا بالدراسة أو إذا مانن ملحقين، بيقولوا إنه جو البيت ما كان جو سليم للدراسة،
الأهل كانوا مقصرين، هو بيعطي حجج كثيرة. خلينا نحكي اليوم نحن كأهل كيف فينا نأمن لأطفالنا أو لشبابنا البيئة المناسبة لحتى شوي نمتص لهم هذا التوتر، حتى لو نحن غلطانين أو هن غلطانين بدنا نمتص هذا التوتر. هلا نحن بنبدأ من التوتر، كونه نفسي معرفي معنوي كلي. التوتر هو إذا أخذناه من ناحية الإيجابية، زيادة التوتر ضار. زيادة التوتر هو الاستعداد، زيادة استعداد تحفيز طالب بزيادة التركيز، يعني بناخده من ناحية الإيجابي. التوتر يجعل الطالب يركز أكثر، يهتم بدراسته، يهتم بتوزيع الوقت. أنا أول شيء بالنسبة للطالب يجب أن نرجع عن المرحلة التحضيرية للامتحان. تقسيم أول شيء تنظيم الوقت للطالب، هو يساعد نفسه بنفسه عندما يوزع وقته المناسب للدراسة، وينصح دائما النوم باكرا والاستيقاظ باكرا. فترات الدراسة الباكرة عند الصباح الباكر بيكون الهدوء تام بالبيت أو بالشارع أو وين من كان ما يدرس الطالب. البيئة الدراسية، المكان أو الغرفة الدراسية اللي ما يدرس فيها الطالب يجب أن تكون يعني صحيا مناسبة، هواء نظيف. بالإضافة هو يختار الجلسة التي يريدها، ترتيب الغرفة، تنظيم الغرفة. بالإضافة يعود إلى برنامجه الدراسي بالنظام الوقتي والضغط في الساعات الدراسية. يعني ما هلأ بالفترة هذه ساعدنا شهرين الامتحان، العدم إضاعة أي وقت، إضاعة معلومة، إضاعة علامة. طب شو هي الساعات الكافية يعني اللي لازم تقريبا يقعد فيها الطالب بهي الفترة بهي المرحلة اللي هي مصف يعني كتير وقت للامتحان؟ ما رح نقول ساعات ولا ما إنجاز، يعني قدر استطاعتي قدر استطاعته دراسي بحيث يكون مرتاح، ما يضغط على نفسه. الوقت الدراسي معروف انه يدرس ساعة ونص، يرتاح ربع ساعة، نص ساعة، يلعب رياضة، ياكل، يشم هواء نظيف، او يستلقى. يعني بنسميها حالة الاسترخاء او الاخفاء، نصف نوم. نصف النوم لانه تخزين معروف علميا، تخزين المعلومات تاتي اثناء النوم. اذا درس مثلا 4 ساعات، انا واثق انه ساعتين درس بعد الساعتين الاولى اول شيء لن يستفيدوا منهم نهائيا. دكتور خلينا نحكي بنقطة وقت الامتحان، يعني كتير في منهم الأهل بيعطوا تعليمات للأطفال أو للشباب أنه بس تدخلوا اقروا كل الأسئلة، كيف الجو لازم يكون بالقاعة، لا اقروا سؤال سؤال أحسن. خلينا نحكي عن جو أول يوم، كيف لازم نحضر أولادنا لحتى يكونوا فيه. هاي بدها حلقة كاملة عن قلق الامتحاني وكيفية مواجهة الامتحان. هلا بالنسبة للامتحان، بداية بفوت الطالب أنا ينصح دائما عدم قراءة الأسئلة كاملة. نسميها يعمل الطالب لحاله عزل من محيطه، من عدم الأسئلة لرفقاته أو زملائه. يفوت يعمل، يقعد بالمقعد، يعمل عزل لحاله، تسلمت ورقة الامتحان، يقرأ سؤال ويجاوب عنه. مو كل سؤال الأسئلة سوا تفوت بتتداخل ببعضها لأنه هي مادة واحدة، المعلومات متصلة ببعضها ببعض، فبيصير عنده حالة اشتباك. الطالب أي طالب مهما كان، نحن دائما يكون هناك، ليس كل الطلاب على سوية واحدة، يعني هناك فروق فردية بين الطلاب والطالب وطالب. طالب يدرس، طالب من يدرس الدرس أو المسألة، حل المسألة وش واحد بيحفظها، درس طالب تاني بده سؤالين أو 3 أسئلة. طبعا الموضوع الامتحان موضوع كتير متشابك، كمان بحاجة إلى لن نهمل النظام الغذائي. النظام الغذائي كتير مهم بالنسبة له الطالب أثناء الامتحانات. شو هو النظام الغذائي؟ شو تأثيراته؟ هلا النظام الغذائي، لأن أنت بالقراءة تصرف طاقة مثل عمل الجهد العضلي. نعم. يعني ما يدرس الطالب ويحفظ الدماغ، مش عندما يعمل الدماغ يصرف طاقة مثله مثل العضلة.
فريدي بحاجة إلى غذاء نوعي نسميه ذو قيمة عالي وليس بالحجم، ذو قليل مع ذو قيمة غذائية عالية. ونصيح عند الصباح لوز أو جوز عريق. هلا صعب بهالاسعار يعني بتأمن يعني يمكن احيانا صعب. هلا خلينا نحكي كمان عن موضوع الخروج من المنزل، يعني قديش مهم انه الطالب مو والله بس قاعد بالبيت ما عم يتحرك برات البيت، قديش هو محتاج انه كمان يغير جو لحتى يقدر يرجع لهذا جو الدراسه. هلا الطالب اكيد من مش بنقول من فتره استراحه شم هواء رياضة، المهم الرياضة التمرين الرياضي عشر أو بس بدون جهد، بدون جهد يعني مثلا يتمشى ربع ساعة عشر دقائق يلعب حركات رياضية بهواء بهواء نظيف يغير جو يعبر نسمي عبر رئتين وبالأكسجين النظيف. يعني كمان في عنا تقسيم المواد، كيف بيكون تقسيم المواد للدراسة بشكل صحيح؟ يمكن أحيانا في طلاب يفتحوا أكثر من مادة بنفس الوقت، بيقعدوا بيدرسوا من هاي المادة قسم من هاي المادة قسم، هل هذا الشيء سليم أو هو لازم يمكن يدرسوا كل مادة على حدة؟ هل هذه تعود على راحة الطالب، كيفية دراسة كل طالب وطريقة بالدراسة. مثلا أدرس مادة علمية مع مادة نظرية، أوكي تمام. مثلا بده يتمشى بيدرس مادة نظرية مثلا هاي حفظية، المادة العلمية بدها جلوس، فاذا مثلا بدل ما هو اياهم ما في مشكله، يعني عنده الصبح مثلا ماده علميه، المساء ماده نظريه، وبترجع نحن بنقول طالب حسب اريحيته بالدراسه بيكون عامل نظام دراسي له بيريحه. نحن اهم شيء تامين له الجو المناسب ويكون لديه الطموح او الاستعداد للتحصيل، اهم شيء يعني الطالب هاي بنعول عليه طبعا. خلينا نتمنى يا رب كل طلابنا يقدموا منيح بالامتحان، نفسيتهم تكون منيحه ويقدموا لنا وياخذوا علامات ويحصلوا على اللي بدهم اياه. بنشكرك كثير، شكرا كثير لك دكتور، شرفتنا. اهلا وسهلا فيك. شكرا كثير، بالتوفيق لطلابنا الاعزاء لانه هم شباب المستقبل، والله يوفقهم يا رب. شكرا لكم. شكرا كثير لك، ونتمنى لكل الطلاب فعلا انه التوفيق ويحضروا كثير منيح بهي الفتره لحتى يوصلوا الامتحانات وهن مرتاحين ان شاء الله يا رب. اما هلا خلينا نروح الى افتتاح قاعه تكامل، وهي اول قاعه للعنايه بالاطفال يلي بيعانوا من الشلل الدماغي. تفاصيل اوفى منتابعه مع زميلتنا زينب عاقل. لكي نرتقي معا نحو طفولة سعيدة ومجتمع أفضل، تعنى جمعية رعاية الأطفال المصابين بالشلل الدماغي بافتتاح قاعة التكامل الحسي لتقديم الخدمات العلاجية لأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ممن تتراوح أعمارهم من سنتين حتى 12 سنة. أهمية هذا المشروع أنه هو نحن فينا نحصل على نتائج مع أطفالنا بأقل وقت وأقل جهد، ونحصل على نتائج أسرع. طبعا هذا المشروع نحن قدمناه للأمانة السورية للتنمية لأهميته، هو كأول مشروع رائد في الجمهورية العربية السورية، يستهدف الأطفال من عمر سنتين لعمر 12 سنة ضمن الجمعية. طبعا هذا العلاج ممكن يستخدم لأطفال أعمار أكبر، رح نستقبل 54 طفل من أطفال الجمعية، رح يتم معهم اختصاصيين ضمن خطط علاجية خاصة كل طفل حسب نوع إعاقته. طبعاً رح يتم تقييم ومتابعة لهدول الأطفال، وثم بعد ما نخلص من أطفال اللي عندنا بالجمعية رح نستقبل أطفال من الجمعيات المجاورة لجمعيتنا. تعتبر قاعة التكامل أول قاعة في الجمهورية العربية السورية لتقديم التأهيل والتدريب والتوعية الوقائية وتقديم الخدمات العلاجية، وذلك لأحداث التغير المطلوب في حياة هذه الشريحة من الأطفال. افتتاح غرفة التكامل الحسي، هلا أنا معلمة قاعة تنمية فكرية، رح نشتغل هون مع اختصاصيين، في اختصاصي حيقوم تقييم الأطفال وبناء على أساسه حنحط خطة علاج ونشتغل معهم. هي القاعة مقسومة نصين، في هذا القسم الحركي وفي قاعة تانية حتكون للمسيرات البصرية والسمعية، وبناء على الخطة إن شاء الله رح نشتغل مع الأطفال. نحن بنشتغل مع أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، بنبلش أول شيء بنعملهم اختبارات، ونحن حسب هذا الاختبار اختبار بورتاج، حسب هذا الاختبار بنبلش بقى منطبق معهم ومندربهم. تقدم جميع أنواع العلاجات، منها العلاج المائي، العلاج الفيزيائي، قسم علاج النطق، التدخل المبكر، التنمية الفكية، الاختبارات العقلية،
بأقل وقت وجهد. بمناسبة يوم الشعر العالمي، انطلق بالمركز الثقافي العربي بحي العزيزية بمدينة حلب ملتقى الشهباء الشعري بمشاركة أكثر من 25 شاعر. تفاصيل مع زميلنا أحمد صادق. فليس في العشق هناك ما يقال، لا قتيل لا قاتل، ففي العشق يا صاحبي، في العشق يا صاحبي يا صديقي، يفنى العاشق والمعشوق ويموت الكلام. بمناسبة يوم الشعر العالمي، انطلق في المركز الثقافي العربي بحي العزيزية في مدينة حلب ملتقى الشهباء الشعري بمشاركة أكثر من 25 شاعرا من أبناء المدينة. هذا الملتقى يضم 25 شاعر من أبناء مدينة حلب، وهذا دليل أن حلب مدينة متجذرة في التاريخ و في الثقافة وفي الأدب وفي الفكر، وهو ملتقى يقام باحتفاء بأعياد آذار المجيدة وبيوم الشعر العربي المصادف 22 من آذار من كل عام. هذا الأمر يعني أراه أنا جميلا ومهما جدا للتفاعل بين الشعراء وجمهورهم، ولأن الشاعر يحمل دائما هموم أمته عميقة، لأنه يعبر عن مشاعرها وعن عواطفها، وفي الوقت نفسه يعبر عما يريد أن نكون في المستقبل، يحمل همنا ويحمل ثقافتنا ويحمل مشاعرنا. الشعراء المشاركين في الملتقى أكدوا على أهمية هذه الملتقيات كونها تحتضن الأدباء والشعراء، ما يخلق جوا أدبيا مميزا، وذلك لدور الكلمة في كل المجالات. ملتقى الشعري بهالفترة له كتير فائدة، كونوا بجمعنا نحن كأدباء. الكلمة بتعرف الفترة لها دور كتير كبير على كل الأصعدة وعلى كافة المجالات، كان نص شعري أو كان قصة أو كان مقال، الكلمة كتير لها دور بهالأيام. هذا الملتقى يجمع عدد من الشعراء تراوح بين 20 و25 شاعر، سيلتقون مع بعضهم البعض ليتعلموا من بعضهم البعض، ليستمعوا إلى بعضهم البعض، ويستفيدوا من بعضهم البعض من خلال هذه الطروحات الشعرية الجميلة. وهو لقاء محبة نلتقي فيه جميعا، نتبادل أطراف الحديث ونتبادل التجارب الجديدة الشعرية، عسى أن نخلص إلى جماليات جديدة تؤكد رسالة الشعر العالمية أنها رسالة الحب والخير والجمال. الملتقيات التي تقوم بها مديرية الثقافة في حلب هي ملتقيات مهمة جدا بالنسبة لنا كشعراء هواة، تفيدنا في تعميق تجربتنا الشعرية، وأيضا تفيد في إعادة الروح لمدينة حلب بشكل عام، إعادة الروح، إعادة الحياة، إعادة الأمل للناس. سأشارك في قصيدتين اليوم في مهرجان الشباب، في مهرجان الشعر العالمي، بقصيدتين اجتماعيتين. لطالما كانت حلب مصدرا للأدب والشعر، واليوم مع تعافي هذه المدينة العريقة تعود الكلمة لتبرز أصالتها وحضارتها. هلا خلينا نروح الى حمص، حيث افتتحت مؤسسة التطوير للبيئة بحمص ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل معرض الزهور والنباتات الدائم تحت عنوان نبتة أمل، والذي نفذه المتطوعون في المؤسسة. تفاصيل اوفى متابعه مع مراسلتنا شيرين العلي. افتتحت مؤسسة التطوير للبيئة بحمص ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل معرض الزهور والنباتات الدائم تحت عنوان نبتة أمل، وذلك في مقر المؤسسة بحي عكرمة الجديدة، والذي نفذه المتطوعون في المؤسسة جلهم من الطلبة والخريجين من كلية الهندسة الزراعية في جامعة البعث والمعهد الزراعي وعدة اختصاصات وبعض الهواة. قديش نحن بحاجة للأمل، وقديش نزرع الأمل الحلو مع نبتة، مع زهرة، مع وردة. هذا اللي عم نجرب نعمله مع متطوعين مؤسسة تطوير للبيئة اللي أغلبهم من طلاب الزراعة وخريجين الزراعة. الفكرة بلشت من أنه نربط من خلال متطوعينا التعلم النظري اللي عم ياخدوه بالجامعة وبالمعهد بالواقع العملي، وفعلا
شافت النور هاي المبادرة بعد زمن من الجهد والتعب. هذا المعرض هو لا جمالي لمقر المؤسسة، وبنفس الوقت هو نواة لقطاع نباتات الزينة بالحديقة البيئية اللي بتنفذها المؤسسة أو عم تشتغل عليها المؤسسة باستمرار لحتى تكون وجه لحمص حضاري وجمالي. شفنا في أمل بالشباب والصبايا أن احنا فينا نرجع عن جد نبني، وبتوقع هو هون مثال يعني كتير واضح ومثال كبير لهذا الحكي، لأنه هون كل المتطوعين وجايين ما في دافع التطوع فقط لإحياء مكان وإعادة الحياة لمكان، بسبب شوي الأزمة، بسبب فينا نقول كمان كورونا أثرت أنه تسكر هذا المكان، النباتات صابة شوية إهمال، فحبينا نرجع نحييها. تضمن هذا المعرض عدة أنواع من النباتات والأزهار كنباتات الصالون والزينة الخارجية والصباريات، كما تم إدخال أفكار جديدة عبر زراعة أحواض بطريقة فنية وإعادة تدوير بعض المواد المساهمة بالحد من التلوث البيئي. الشكل الزراعة وفكرة الزراعة أنا كتير بأيدها، وأشكال النباتات وطريقة التنسيق وتنسيق الحدائق هذا شغل جدا بيعجبني، فعلى هالأساس نحن تطوعنا وحبينا نشتغل مع الشباب والصبايا. أنا دارسة معهد زراعي ومتخرجي، فوقت أجيت لهون تطوعت عم عزز دراستي، عم عزز الشيء اللي أنا درسته بشكل عملي، يعني هذا الشيء أنا كله أخذته هلأ عم بعمله بإيدي بشكل عملي، كتير استفدنا منه، وهدول الأشياء كله أنا زرعتهم بإيدي، كتير كانت مبادرة حلوة وظريفة. وظفت دراستي وإعادة التدوير والاهتمام بالبيئة بإني استخدم شغلات إنه نحن بدنا نكبها بس نرجع ندورها منظر حلو بشكل حلو. استخدمت الأنانة إنه عملناهن كفاصلة زريعة. المعرض الذي أطفى على المكان رونقا وبهاء هو نتاج خبرة الطلبة الممزوجة بخلاصة دراستهم الأكاديمية، ما أنتج عملا مميزا اتسم بالأفكار النوعية والخيال الخصب. من مقر مؤسسة التطوير للبيئة في حمص، شيرين العلي، الإخبارية السورية. متابعينا بصباحنا لليوم ووصلنا لفقرتنا التالية، حيث تعتبر البدانة من أكثر المشاكل شيوعاً في الممارسات الطبية، ورغم سهولة تشخيصها وتحديد أسبابها فإن من أصعب الأمراض علاجاً وأقل شفاءً أو تحسناً على المدى البعيد. رح نحكي أكثر عن أنواع البدانة وعن أسبابها وكيفية التخلص من البدانة حتى لو على مدى البعيد مع أخصائية التغذية دكتورة ثواب الغبرة. صباح الخير دكتورة. يسعدي صباحك. لا سهلة فيك وسلامة قلبك. الله يسلمك يا رب. يسعد صباحك دكتورة. صباحك يا رب. دكتورة، يمكن دايماً البدانة هو من أكثر الأمراض فينا نعتبره يلي له تأثيراته السلبية على حياتنا، إن كان بينعكس بالحالة الصحية أو إن كان بالمظهر وبالكثير من الأسباب. خلينا أول شيء نتعرف عن البدانة وأنواع البدانة. صح. هلا بالفعل عزيزتي مثل ما قلتوا البدانة كتير إلى آثار وهالقصص هاي، وكل العالم بتعرف هذا الموضوع، حتى لدرجة إحنا بنقول لمرضانا الإنسان اللي بيعرف نزل 5 كيلو من وزنه ورجع به عمره 5 سنين لورا، فقديش هي البدانة بتعمل مشاكل هرم للأعضاء وهالقصص هاي. بالبداية الإنسان بيصغره بيهتم إنه هو بدين ولا لا بالفعل للمظهر الخارجي. يوم بيعرف وقت بيوصل بال50 وبيكون معه مثلا 12 كيلو زيادة أو 17 كيلو زيادة، بيعرف قديش هاي أسرع مفاصله على صحته وعلى عافيته. فحتى فلسفتنا لتعريف البدانة بتختلف من فترة عمرية لفترة أخرى. الفكرة بكل النواحي البدانة بتجيب كآبة بغض النظر، حتى لو حدا بيقول لك انا بحب السبن، انا بحب اللزلزه، انا لابل وشي متعود، هي كل هالامور هي كلياتها مثل ما بيقولوا بيضحك فيها على ذاته. الفكره انه يكون الانسان واقعي مع حاله. كمان انا ما بحب جلد الذات لانه بالفعل من احد انواع البدانه اللي هلا حنحكي عليها هي العامل الوراثي. هلا في بتلاقي انه في جينات بالفعل، يعني واحد مثل ما حكينا كاسة المي بتسمنه من صغره في عنده بدانة، عنده بسمنته في بعيلته في كلها هي بدانة. وفي ناس لا، يعني بتحسي ما شاء الله مشي معهم جسمهم لفترة 40-50 اكتسبوا 5 كيلو مدام عندهم كان مجال قبل، فبتلاقيهم خدم عمرهم وجسمهم معهم بهالقصة هاي. بس في نوع من البدانة هي بدانة الإدوية اللي نحن هلأ هي البدانة الجديدة، هلأ ممكن لك بدانة أكل غلط بوقت غلط، بدانة العمر، يعني مو بدانة هي الاستقلاب الزمني بيخف،
هلا في استعداد وراثي، لكن هلا حاليا كمان مشكله بدانه الادويه. يعني مثلا لا سمح الله كورسين كورتيزون نقلوه 10 كيلو بسنه واحده، مثلا ادويه معينه من ادويه الاكتئاب هي كمان عم تنقل الانسان، عم تفرق له استقلابه. مثلا هذا الانسان لازم يتمتع بوزن بين 65 ل 72 بفتره الثلاثينات، بتلاقي كورس واحد من هي الادويه صار عندك يا صار ناحل 80 82. بدانه الحمل والولاده هي بدانه مؤقته، والكل العالم اذا بتعرف الانثى بتعرف من اول ما تدرى انها هي حامل انها تنتبه على امورها، وهالامور هي جسم قابل للتخلص منها. لكن بدانه الحمل تجي مشاكلها اذا كانت اجى الحمل على صيت التلقيح الصناعي او الانبوب، طفل الانبوب، وبساعدها هي لانه بتكون متشاركتها بدانه الادويه. وكمان هانت اياها بدانه الارضاع، يعني هي مو كل الاجسام بتتعامل مع هرمون البرولاكتين بشكل كثير عندك يا منطقي. في عندك الارضاع احيانا ممكن يعمل البدانة أكثر من الحمل. فهي الأمور هي كلياتها إن شاء الله إذا قدرنا ناخذ لو فكرة سريعة عنها كيف حلولها، وبإذن الله تعالى ومفاتيح سر تنزيلها. دكتورة، يعني كثير نحن أصلاً بنعيش بحياتنا اللايف ستايل هي غلط أصلاً. يعني بناكل أكل غير صحي، ما بنمارس الرياضة، معقول يكون في بدانة هي نتيجة العادات الخاطئة ولا لا؟ هي بس هي عامل وراثي أو نتيجة أدوية ولا لا تعتبر بدانة؟ مشتركة. حسب كل إنسان بيعرف أموره بهالقصة. من أهم شيء هلأ بقصة كلايف ستايل إنه يكون الميزان تحت السرير، مو فوبيا، قياس صباحي. يعني علم اللي ينتبه هذا اليوم أنا زدت فيه، بعد عندي يومين بدي ظبط أموري فيهم. الدهون اللي بكتسبها بيوم بيومين هي بقدر أنا أشيلها بكل سهولة، لكن إذا استمرت معي أكثر من 3 شهور شكلت روابط مع النسيج الشحمي الأصلي، وهون بقى بتبلش كيلو عندك يا بيكون بسمار كيلو بسمار كبس لكيلو بعده. فهذا اللي بده ينتبه الواحد، لأنه هذا الكيلو الدهون كيمياء تبعه كاستقلاب الأكسجة بالجسم بيعمل تأثير سلبي عليه. يعني هذا الإنسان اللي عندك يا عن نسبة الشحوم تبعه ازدادت فوق 30% نزل أكسجة الدم تبعه. يعني هي بدنا ننتبه. فهالأمور هي كلياتها. القلب عوض ما كان عم يضخ لستين كيلو صار عم يضخ لسبعين كيلو. الرئتين حجمها واحد ما بتتغير، حتى لو كان الإنسان بدين كانت عم تضخ عندي إياها لخمسة وستين صارت بدها توزع أكسجين لشيء اسمه 82. حتما من دون أنا ما أنا أتغير اللايف ستايل تبعي ولا شيء قلت حصة الخلايا للأكسجة. لذلك كل كيلو عم يزداده الإنسان عم يسرع الكيلو اللي بعده. فأول ما أنا في الصبح بزيح الميزان وبوقف، مشان يكون الواحد ما يعيش بعد سنة يلاقي حاله مع 2 كيلو 3 كيلو تبع نقص الاستقلاب الزمني. هي نقطة. النقطة الثانية كلياتنا بنعرف قديش الحركة مهمة. والحركة مهمة مو يعني اني سجلت نادي ولا لا، انا اخلق حركات معينة بشغلي بالحياة اليومية. يعني مو غلط انه الانسان عنده يومين يستخدم سيارته يومين يروح يمشي اذا كان المشي منطقي. عنده يوم مثلا عنده مشوة تقيلة ماشي، الفكرة الأساسية تعبان ممكن يكون يستخدم المواصلات. الأمور هي الفكرة الثالثة، نعود إنه عندي بمكتبي بقصصي عندي حركات، قوم أقعد ما أقعد على نفس المقعد، لأن الخلية الدهنية بتدور على أكثر منطقة ثابتة بالجسم خاصة عند الإناث، المنطقة الحوضية على الخواصر الخلفية. عندي انه مثلا احط فايلي بقرنه مثلا ورائي بقرنه، عندي حركات ما اقعد فرد قاعده اكثر من ساعه على نفس الكرسي. الشيء اللي بيهمني امره نعود الاولاد على الدراسه على الماشي. الدراسه على الماشي بتعمل عندك يا المشي بيعمل زياده تركيز المعلومه. ففي ناس ما بتعرف تدرس الا على الماشي، في ناس ما بتعرف تدرس الا تركيزها على القاعد، بس اذا كانت في ماده نظريه وبقدر احفظها ليش لا على الماشي. المهم الأكثر من هيك بالنسبة للسمنة الدوائية، خاصة نأخذ صنفين من الزمر الدوائية، زمر أدوية الاكتئاب وزمر الكورتيزونات. هلا الكورتيزون بعد ما يخلص الإنسان من الكورتيزون بده 6 شهور ليخلص من آثاره السلبية ليصرفه الكبد نهائيا. أدوية الاكتئاب بتقعد فترة أطول، وأدوية الاكتئاب والصرع والأمور هي كلياتها تاخده معه على العمر كله، وما فينا نوقف لهم إياها فجأة.
تماما، هاي لازم يكون يرافقها الماء والليمون حتى ينظف الانسان الكبد ويقلل عندي اياه شيء اسمه هرمون الكورتيزول. الشيء اللي بيهمني امر المي والليمون مع ناس عندك يا عم تاخذ جرعات عاليه من الكورتيزون كثير مهم حتى تخفف الاثار السلبيه لزياده الوزن بهيك مراحل. اللي بيهمني كمان امر الانسان يشيك على فيتامين د وغده الدرقيه، كثير مهم وقت بيلاقي حاله عم يزداد فجأة بشكل مو منطقي يشيك على هدول الأشياء الاثنين. ثلاث أرباع شعبنا نحن عنده نقص فيتامين د. هلأ التحليل فيتامين د كتير غالي، بس مو يعني الجرعات العالية من فيتامين د. أخذت مثلا فيتامين د فعل، هلأ فيتامين د تفعيله بالشمس عنا ياها موجودة بحمد لله. الشيء اللي بيهمني ما أتعرض لرطوبة، لستات البيوت ما يكون عم تجلي وكما مبلول تتركه ينشف على إيدها مثلا، هي شغلة الحركة بينسوها يعني بتلاقي حالك هي كتير بتضعف تحويل فيتامين د للشكل الفعال. الرطوبة كتير مادة بتهري العظم هري، يعني أنا بلاقي وبتقلل استقلاب الأجسام. الشيء اللي بيهمني كمان أمره أنه نحنا ننتبه على شيء اسمه الكولون، لأنه من أحد أسباب السمنة هو الكولون، انتفاخ الكولون هي مشكلة كل العالم الكولون. هلأ الكولون وين بيشي بشكلته بتعلق بالسمنة؟ أنه بيخلي لك الفضلات تبع الأطعمة تتراكم، وهذا العملية بتصير ما بتعود هضم، بتصير تخمر. التخمر الجسم بده يصير يتخلص من هالسموم، سموم التخمر تبع الفضلات الاستقلابية تبع بقايا الأطعمة هي اللي بتوقف لكم بتوقف عملية اسمه الحرق تبع الجسم الميتابوليزم، فبتلاقي كمان شارك الكولون بزيادة الوزن، غير المنظر اللي هو بيساوي عندي اياه مشكلة بيعمل حجم سايز على ايوه على البطن والصرة، وبتتعبى بقى الدهون تروح على الخواصع، فبتصير يعني السوارة من كل النواحي. فبنقول احيانا هذا الانسان لازم اول شيء يتعرف على طبيعة بطنه، هل هي نصها نفخة، هل هي ترهل، هل هي شحم او لحم. هي الفكرة كثير مهمة حتى نتعاطى مع البطون تبعنا. تلاقي واحد مثلا عنده بطنه كله نفخة ونازل بتمرين المعدة، تمرين المعدة للناس اللي عندها مشاكل بمنطقة رأس المعدة. لكن تمرين المعدة تبع اللي انتبهوا تبع الرياضيين انه اول تلت كتير رائع لمنطقة الصرة وعضلاتها، لكن التلت اللي بعدها بتحمل عضلات الظهر، فأي نقطة ضعيفة بعضلات الظهر بين الرابعة والخامسة قطنية فبتعمل مشاكل ديسك. فأنا بالعكس أنا بلاقي تمرين الأصع هو اللي بيشد البطن. يعني انت شوفي شغلة عصاية الوية بالعكس هي اللي بتشد عضلة البطن، ونحن ما بنعمله أبدا تمرين العكس عكسي للفقرات تبع الظهر. حتى الرياضة احيانا عم تكون عشوائية لبعض الاشخاص، انه هنا مجرد انه يمكن في فتحنا على اليوتيوب يلا تمارين كيف روح بطني كيف روح هي، يعني تقريبا ما في بدانة بلا سبب معين. طبعا كل بدانة لها سبب، وعلى الشخص انه يبحث عن هذا السبب لحتى يقدر يلاقي له العلاج الصحيح. اول شيء خلينا شوي نحكي هي المسببات، كيف نحن بنلاقي لها طرق علاجها الصحيحة، وهل دائما هي طرق العلاج فقط عن طريق النظم الغذائية، أو ممكن أحيانا نحتاج لأدوية بحال نقص فيتامين د، وشو هي الآلية الصحيحة لأنه نعايره؟ هلا أول شيء إنسان عم يلاقي حاله عم يزداد وزنه يشخص حالته، مو غلط يلحق حاله تماما قبل ما يفوت بكرة بمشاكل إني بده ينزل 20 كيلو. تتعاطي مع 5 كيلو غير وتتعاطي مع 20 كيلو. الشيء الثاني بده يعرف الإنسان حتما ولا بد يعني في استقلاب زمني، يعني ما يجلد ذاته إذا كان كل مثلا 5 سنين ازداد كيليين 3، ما هي المشكلة. كمان وسوسة العمر له حقه، بيعمل الإنسان عندك يا بيصير استقلابه أضعف، ممكن يتقبل الجسم زيادة 5-6 كيلو. أول شيء بدنا نشخص الأمر، هذا البدانة منين إجت؟ هاي البدانة فجأة ولا إجت بالتدريج ولا إجت عن سبب معين أو حالة طارئة مثل حمل، ولادة، هالإرضاع، الأمور هاي. في ناس بتعرف تشد فرامة من بداية الطريق، في ناس لا تستنى السحاب اللي إلا أنه ما عاد سكر لتعرف توقف على الميزان، هذا غلط. يعني هاي الأمور هاي. هلأ بالنسبة لأن حتى تعاطينا مع الماء بيكون شيء خاطئ، أحياناً الماء بحد ذاته بيزود وزن، خاصة إذا ناس عندها مشاكل بتتعرض لأدوية الضغط. يعني الماء لازم يكون لأي مريض ضغط يشرب على دفعات، على أهمية الماء بتعامل مع فكرة البدانة. اللي بيهمني أمره
يشوف قديش وزنه قديش بيحتاج لما يتعرض له، مو يلاقي الجبنه العامه تبع 7-8 اكواب ويتعاطى معها. الماء احيانا في فتره رمضان بيسمن، لانه ليش؟ لانه بعد الاكل بيشربوا لي برميل مي، ومو هون قرنته، هون قرنته بس انت اول شفتين على اذان المغرب وتفوت على اكلك، بعدها تتحمل لو جوانب العطش شوي على فتره ناحيه التراويح او العشاء بالعشاء بالفتره العشاء، هون بلش تشرب السوائل حتى ما تصير تاكل اكثر على فتره السحور. يمكن لازم ساعه بعد الطعام ما نشرب سوائل، يعني لانه بيمدد العصاره الهاضمه. شيء ثاني، المعده عضله، وتفوت الاكل وبرميلين مي معها، المره الجايه بدها تطلب مني 3 صحون اكل وبرميلين مي معها واكثر مي، فهي بتتمدد. نعم دكتورة، لكل جسم منلاقي انه انا بسمن على الخبز، لا انا بسمن على الرز، انا بسمن على المعكرونة، في شيء في هيك شيء؟ نعم انه نعم لكل جسم له والله بالفعل في بصمات بالاجسام والتعاطي مع الاكل وكيمياء الغذاء. هلا شوفي، في اشياء عامه، يعني في اشياء ما في. هلا نحن هرمون السمنه هرمون الانسولين، الانسولين عندك مشكله فيه انه خلصتي الوجبة وهضمتها وحرق السكر تبع اللي فاتت مع الوجبة، بيضل هو هذا الهرمون مرتفع لثلاث أيام لا ينخفض، وهي السر صعوبة التنزيل الوزن، وهي لتساوي مقاومة الأنسولين عندك ياها أخفض، فهي هي بقى سر الطبخة تبع تنزيل الوزن. وهون منعاني من مشاكل الريجيمات والقصصي، يعني ممكن أنا أساوي ريجيم لمريض عندنا يا ثلاث أيام 4 أيام ما حركه بشي، لانه مقاومه الانسولين عنده بالسما، رغم انه بهاليومين ما اكل شيء. هذا لنكسر حاجز مقاومه الانسولين ونبلش بقى الانسولين ينزل، الخلايا الدهنيه بتفتح معنا بالحرق. فهي هي المعادله اللي هي مشكلتنا بهالقصه هاي. ليش عمليات المعده بتنجح؟ عمليات المعده بتنجح لانه ما في امير حميني عندهم، ما في كميه قليله، حتى على يوم يومين الجسم بيلاحظ انه وين هذا اللي كان عم يرفع، فخصب عن راسه الانسولين حيتكسر بعد 10 ايام. 10 ايام حتى لو اخذ بلقيمات صغيره فيها ماده حلوه وهالقصص، خلص منسوب الانسولين طلع من الجسم، فهذا هو بقى ببلش بقى ينزل بارقام خرافيه. نحن بالريجيمات والدايتات لسه المعده بتطلب تعطى، بعد 3 ايام انا ممكن يكون عندي مقاومتي قويه، اول يوم ثاني يوم ثالث يوم بيبعت اشاره للدماغ انه انا اعصابي تركيزي راح، بلا ريجيم بلا كسمي بلا رسمي بدي اكل، يعني شو ما كان بيرجع بيرتفع، فبتفشل الانظمه. وشو بيرتفع؟ بيرتفع بحبه شوكولا، يعني ممكن ما اكون اكل شيء مهم يعني، وبتطلع هيك بيلاقي شغله مثل المحيط حيفوت فيه وما حيطلع، فبيبلش الانسان يفقد اسمه وهدفه. فهي القصه وقت، لكن وقت بيعرف الانسان انه انا بعد 3 ايام 4 ايام قرصت حالي والانسولين طلع من جسمي، بينجح بقى هاي الامور بقى، فبتلاقي جسم بلش يتعاطى ويتكسر عنده يا هالامور هاي. فهي القصه هي المرحله اذا عداها الانسان بيعرف بقى بلش بقى ينزل وزنه. دائما يستشير اخصائيين التغذيه ويمكن دكاتره لحتى يدلوا على الطريق الصحيح، يمكن صح. في كثير اجسام عنيده بيقولوا لها، ولكن لازم دائما تفقد، يعني كيف واحد مثلا رسمه مره رسمه حلوه بالفيس انه الواحد حيوصل على هدفه بقى له طبقه رقيقه، بس هو مو شايف انه وصل. نحن شو عرفنا انه هلا تكسر وهي، وبعدين بيفقد عند هالنقطه همته وبيبلش يرجع ويراكم. فعرفتي كيف علي؟ الفكرة الأساسية وقت بيعرف الإنسان هالأفكار هاي بيصير بيتحمل أكثر، وبيصير بيعرف شوي شوي بلش بقى يطلب وجبات أقل، وبرجع بقول بتضمن المعدة. شوفي واحد تعرض لعملية جراحية كيف ما بيخلوا أول شيء بعدها ياخد أكل عادي، لأنه بسوائل، لأنه حتى الأمعاء بتضمر بامتصاصها بعد فترة معينة من قلة الطعام. حتى أي إنسان بيطلع على الحمية بيطلع بعدها على يوم الفري ممكن يصير معه تلبك معوي. ليه؟ لأنه أهم شيء الفترة الطويلة شو تعود عليها. ونحن متعودين على النقرشة، النقرشة هي أكبر مشكلة بالبدانة. هاي النقرشة أنا بقول اللي كانوا كلنا يعلمونا إياها حتى بجامعاتنا الوجبات الخفيفة، وأنا لقيتها على المدى البعيد على التطبيق الواقعي هي اللي بتجيب السمنة والبدانة أكثر من الوجبة الأساسية، لأنه هي بتخلي لك على طول منسوب الأنسولين بالسما مرتفع.
تمام بسكوتة من هون ايه. ونحن متعودين نحسن مزاجنا بالاكل ما دربنا حالنا. الاجانب بيحسنوا مزاجهم بشيء برياضه بهوايه. حتى نحن مشكله بهالظروف هي، تطلع تسالي لواحد شو هوايته بيضحك على يعني بيضحك شو هالسؤال هذا، شو هوايته الواحد؟ ايش نحن عندنا وقت لنشوف هوايتنا؟ يعني هي المشاكل، ما عاد عندنا شغف. دوبنا نلحق انه نعرف انه فقط تحسين المزاج صار بالاكل، بالاكل في هذا هو المشكلة. هلا يمكن هذا الشيء لازم يكون نعرف انه له اضراره السلبيه واثاره السلبيه كثير على حياتنا وعلى صحتنا. يعني نشكرك كثير دكتوره على المعلومات اللي قدمت لنا اياها، واكيد مثل ما قالت ليا في حال انه الواحد حس انه ضغطنا قوس الخطر بموضوع البدانه وموضوع جسمه، هو فعلا لازم يستشير اخصائي وما يروح للفيسبوك واليوتيوب وغيره. ان شاء الله. شكرا كثير لك دكتوره صواب الغبري. ما هلا مشاهدينا لهم نكون وصلنا لنهايه مشوارنا الصباحي. انتبهوا منيح على حالكم، انتبهوا منيح على صحتكم. والله معكم، باي باي، ونهارك حلو يا نهارك نسا. حلو ليا وسلامة قلبك. واكيد نتمنى لكل الاشخاص الصحه والسلامه يا رب. ديروا بالكم على حالكم. نرجع بنذكر انه فيروس كورونا موجود دائما، ولازم كثير ندير بالنا على حالنا. تبقوا بالف خير. باي باي.